بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا حرف اللام. استخرجنا الجملة المستهدفة من الفقرة الثانية. اشترت وداد على وداد. ثم انتقلنا إلى مهارات الوعي الصوتي. بدأنا بالتمييز. أخذنا كلمة اشترت. نعم شفاء، قومي بعد التشويقات في كلمة اشترت بالدق. كم يوجد فيها؟ ثلاثة. ممتازة. انتقلنا إلى وداد نفس الطريقة، عدد التصفيقات وكلمة حلوية. ثم انتقلنا إلى التقطيع، قطعنا كلمة حلويات. حلوي شدة ياتب. وجدنا خمس مقاطع. انتقلنا إلى الإضافة، أضفنا كلمة لذيذة. اشترت وداد حلويات لذيذة. ثم مهارة التعويض، حلويات، عوضنا اللام والياء بحيوانات. حلويات حاويات. ثم مهارة التفيؤ، اللام في بداية كلمة، ليمون في وسط كلمة، عالم في آخر كلمة، بلال. ثم انتقلنا إلى العزل، عزلنا حرف اللام وجدنا في وسط الكلمة، وكتبنا اللام في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، مع الحركات القصيرة ومع المدود. وشكراً.